يدافع على 10 دقائق اسماعيل بن ناصر. من مواليد 1 ديسمبر 1997 ياسين كادامورو مباشرة لمكانه للصغير اسماعيل بن ناصر. حسب المعلومات الآن يعني على الهواء مباشرة هو أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع منتخب الجزائر، من زمان لم يحدث وأن دخل لاعبا عمره 18 سنة في مباراة رسمية مع المنتخب الأول. مش عارف لازم نرجع للتاريخ، ولكن الأمر يعني ما زال بعيد أنه لاعب عمره 18 سنة لعب مباراة رسمية مع منتخب الجزائر. هوة الأرقام ممكن يبحثوا في أرشيف المباريات المنتخب الجزائري ويأكدوا هذه المعلومة أم لا. أعتقد هو أصغر لاعب مشارك على الأقل منذ ثمانينيات القرن الماضي مشارك مع الفريق الأول في المباراة الرسمية. الكرة 82 كان عمرهم 21 و22 و23 سنة. لو ترجع لتواريخ ميلاد مرسقان وبلومي وماجير و 27 سنة في سنهم انذاك. انطلق على الجهة اليسرى عن طريق اسلام سليماني، اسلام سليماني يتوغل، اسلام يراوغ، اسلام يدخل، اسلام يوحد، اسلام يمرر، لمن يا اسلام؟ كي من رياض محرز، وانطلاقة من ياسين ابراهيمي، وينه بن ناصر يا ياسين؟ والانطلاقة من هناك على الجهة اليمنى رياض محرز، ممتازة لإسلام سليماني، يدخل عنده الكرة وحده مجاني يا اسلام، وحده مجاني، ولكن الكرة اسلام ما زال يصارع. لا يا اسلام، لا يا اسلام. يوصل على الجهة اليسرى لياسين ابراهيمي. اكتوبر المقبل مع اول خرجة ضد الكامرون هنا في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. هذا هو اسماعيل بن ناصر بيسرى، يلعب بامتياز، عمره 18 سنة. نتمنى له كل الخير مع المنتخب الجزائري. مسافر طايدير والياسين كادامورو وكذلك مجاني. كرة ممتازة يوصل لياسين ابراهيمي على الجهة اليسرى، دخل زينو لاسماعيل، عفوا ما زالت عنده الكرة. اسماعيل بن ناصر يرجع للخلف تماما في اتجاه سفير طايدير. نبيل بن طالب، نبيل بن طالب والكرة لياسين ابراهيمي، ياسين ابراهيمي لفوزي غلام للخلف سفير طايدير. بالنسبة للمنتخب الجزائري في 11 غلاس بهدفين، وكذلك السفير طايدير وياسين ابراهيمي بهدفين لكل لاعب من هؤلاء. إذن هلال العربي السوداني هو هداف التصفيات بسبع أهداف سجلها من أصل ست المباريات، أو بالأحرى يبدو أن أوغندا والطوغو الفريقان اللذان نال المركز. كذلك هي المحرز في آخر كرة، والحكم يخلي اللعب ويخلي الأفضلية. نعم أوغندا والطوغو طبعا في الجابون في منتصف دون غيابات ومن دون اصابات، سيكون لهم ايضا شان اخر في مشوار اخر في موعد اخر على تحدي. معلوماتي الان يعني على الهواء مباشره، هو اصغر لاعب يخوض مباراه رسميه مع منتخب الجزائر، من زمان لم يحدث وان دخل لاعبا عمره 18 سنه في مباراه رسميه مع المنتخب الاول. مش عارف لازم نرجع للتاريخ، ولكن الامر يعني ما زال بعيد انه لاعب عمره 18 سنة لعب مباراة رسمية مع منتخب الجزائر. هوة الارقام. انطلق على الجهة اليسرى عن طريق اسلام سليماني، اسلام سليماني يتوغل، اسلام يراوغ، اسلام يدخل، اسلام يوحد، اسلام يمرر، لمن يا اسلام؟ كي من رياض محرز، وانطلاقة من ياسين ابراهيمي، وينه بن ناصر يا ياسين؟ والانطلاقة من هناك على الجهة اليمنى رياض محرز، ممتازة لإسلام سليماني، يدخل عنده الكرة وحده مجاني يا إسلام، وحده مجاني، ولكن الكرة إسلام ما زال يصارع. لا يا إسلام، لا يا إسلام. يوصل على الجهة اليسرى لياسين إبراهيمي، يدافع على 10 دقائق إسماعيل بن ناصر.
من مواليد 1 ديسمبر 1997. ياسين كادامورو مباشرة لمكانه للصغير اسماعيل بن ناصر. حسب ممكن يبحثوا في ارشيف المباريات المنتخب الجزائري ويأكدوا هذه المعلومة ام لا. اعتقد هو اصغر لاعب مشارك على الاقل منذ ثمانينيات القرن الماضي مشارك مع الفريق الاول في المباراة الرسمية. الكرة 82 كان عمرهم 21 و22 و23 سنة. لو ترجع لتواريخ ميلاد مرزقان وبلومي وماجار و 27 سنة في سنهم انذاك. اكتوبر المقبل مع اول خرجة ضد الكامرون هنا في ملعب مصطفى تشاكير بالبليدة. هذا هو اسماعيل بن ناصر بيسراه يلعب بامتياز عمره 18 سنة. نتمنى له كل الخير مع المنتخب الجزائري. مسافير طايدير والياسين كادامورو وكذلك مجاني. كرة ممتازة يسرى لياسين ابراهيم على الجهة اليسرى خزينو لاسماعيل عفوا. ما زالت عنده الكرة. اسماعيل بن ناصر يرجع للخلف تماما في اتجاه